السلام عليكم. ارتكبت ميليشيا الحوثي وصالح 1135 جريمة انتهاك بحق المدنيين في محافظة إب خلال النصف الأول من العام 2017 بحسب تقرير أصدره المركز الإعلامي لمقاومة إب. تنوعت هذه الجرائم بين القتل والاختطاف والنهب والاقتحام والتفجير والتهجير وجرائم أخرى، فيما احتل وباء الكوليرا المرتبة الثانية في قتل أبناء هذه المحافظة المنكوبة بالميليشيا والأوبئة، حيث تشير الإحصاءات الطبية إلى وفاة قرابة 240 حالة، فيما يتهدد آلاف المرضى مصير الموت بهذا الوباء القاتل. ناهيك عن الجريمة الاجتماعية التي أصبحت خطراً يحيط بالأسر في هذه المحافظة وتحمل مؤشرات خطيرة حول واقع الهدر الإنساني والاجتماعي للحقوق في المحافظة. فكيف تسللت فكرة هدر الحياة من الميليشيا إلى الناس؟ وما أثر غياب الدولة على المجتمع على حساب سيطرة العصابات؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقتنا لهذا المساء، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذن أستاذ محمد، قبل أن نبدأ هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إب، هذه المدينة المنسية من الحكومة الشرعية والتحالف الخاضعة لسلطة القوة والقهر تعيش كارثة متفاقمة. فبعد أن أصبحت ميليشيا الحوثي القاتل الأول في هذه المحافظة، يأتي وباء الكوليرا ليحل في المرتبة الثانية بعد أن أودى بحياة 136 حالة خلال 3 أشهر، فيما 30,000 حالة مصابة يهددها ذات المصير. إب الغنية في كل شيء، يطحن الفقر سكانها ويعجزون عن توفير احتياجاتهم الطبية والغذائية، فهذه المحافظة باتت تعيش بمعزل عن المنظمات الطبية نتيجة الفساد الذي ضرب ملف الإغاثة وأثر على مشاريعه، والابتزاز الذي مارسته الميليشيا ضد الطواقم وفرق بقية المنظمات منها منظمة أطباء بلا حدود. تصعب الحياة على سكان إب وتتعسر ممكنات العيش، وهم يقبعون على هامش الاهتمام المحلي والدولي، فيرتفع الضحايا من المدنيين من قتلة تجاوروا في المظالم وغياب الدولة والقانون. لم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى المقابر والأوقاف صارت هي الأخرى مسرحا للسطو والنهب والتقاسم بين نافذي الميليشيا أنفسهم. وارتفع نصيب هذه المحافظة من الجريمة الجنائية والمجتمعية ظاهرة فسرها مراقبون بأنها انعكاس للهدر غير المسبوق للحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة. منذ أن وطأت أقدام الميليشيا هذه المحافظة التي أصبح القتل والنهب والتدمير فيها شأنا يوميا خالصا. إذن أستاذ محمد، لو بدأنا بالحديث عن مدينة إب، هذه المدينة الجميلة ذات الطبيعة الخلابة ولكنها منتهكة أيضا في نفس الوقت، كيف يمكن أن تصف الوضع خلال الفترة الماضية التي مرت بها؟ تحية لك أخت آسيا ولطاقم البرنامج المساء اليمني ولقناة بلقيس على التركيز دائما على القضايا المهمة، وخصوصا ما يتعلق بالإنسان اليمني في ظل سلطة الميليشيا. محافظة إب واحدة من المدن اليمنية التي لا تزال ترزح تحت وطأة سلطة الميليشيا القمعية في المدينة منذ اجتياحها. كان لأبناء المحافظة انتفاضة مباركة في وقت من الأوقات لمحاولة طرد هذه الميليشيا، ونجحت المقاومة في بداياتها الأولى في تحرير عدد من المديريات من قبضة الميليشيا، ولكن بسبب نقص الإمدادات العسكرية ولم يكن لديهم غطاء، وفي نفس الوقت حرصا على عدم يعني تدمير المدينة والتوجه إلى جبهات أخرى كانت لا تزال أيضا مشتعلة، آثر الانسحاب والعودة إلى يعني توزيع الأفراد المقاومة في مناطق أخرى. الميليشيا بعد ذلك يعني عمدت إلى إفراغ أحقادها، سواء أحقادها التاريخية، نعرف أن الحوثيون وهم امتداد للإمامة الزيدية لديهم مخزون هائل من الحقد ضد ما يسمونه اليمن الأسفل، وإب جزء من اليمن الأسفل،
وبالتالي يعني شنوا حملات واسعة، اعتقالات واختطافات وقمع، ويعني إعدامات ميدانية شهدتها المدينة منذ يعني سيطرتهم عليها. حتى هذه اللحظة رغم يعني قبول المجتمع الإبي ب يعني سلطة الميليشيا كسلطة قهرية، وآثر أبناء المحافظة الصمت، وإن كانوا في الحقيقة هناك منطق سائد في لدى أبناء محافظة إب يقولون من تزوج أمنا فهو عمنا، يعني تعبيرا عن رغبتهم حالة سلام يعني. في حالة سلام، يعني رغبتهم في الميول إلى الاستقرار. ومع ذلك هذه الميليشيا لم تراعي هذا النفس الإنساني. قبل يعني ننتقل لهذه النقطة أستاذ محمد، يعني برأيك هل لهذه الجرائم يعني مع توصيفك إلى حكم الإمامة وما حدث في إب والحقد الذي يعني تعطى به المناطق السفلى، هل لهذه الجرائم امتداد تاريخي؟ بالطبع لها امتداد تاريخي، ولكن حتى فقط أكمل فكرة أنه الوضع الذي تعيشه إب هي مطحونة بين ممارسات قمعية، انتهاكات، قتل خارج القانون، إعدامات ميدانية، تعذيب حتى الوفاة في سجون الميليشيات، اختطافات وإخفاء قسري للأشخاص وللناشطين، وأيضا محاولات نهب ومصادرة مصادرة لمقدرات المحافظة، والآن البدء أيضا في صناعة شخصيات من المشايخ الإقطاعيين الوافدين من مناطق الجغرافية الزيدية في المحافظة، وتقوية نفوذهم على حساب سحق الشخصية الإبية، بالإضافة أيضا إلى الوضع المعيشي الصعب لأبناء المحافظة، أكثرهم موظفين في الدولة وبعضهم مزارعون، وقد تقطعت بهم السبل ولم يعد بإمكانهم الحصول على لقمة العيش بسبب هذه الظروف، وأيضا بسبب غياب دور فاعل للمنظمات الإغاثية والإنسانية في المحافظة. بالإضافة أيضا إلى ذلك انتشار الأوبئة في الفترة الأخيرة وسيطرة الميليشيا على المؤسسات القطاع الصحي الحكومية في المحافظة لصالح مقاتليها الذين تستقبلهم المستشفيات الحكومية من الجبهات، سواء من تعز وميدي ويعني أو من الضالع أو من مناطق أخرى، وبالتالي أصبح المواطن في مدينة إب يعاني الأمرين بسبب سلطة هذه الميليشيا. ما يتعلق بالموروث التاريخي للحقد الذي يعني تحاول إفراغه هذه الميليشيات ضد المحافظة، هناك في الحقيقة يعني أكثر من سبب ل يعني محاولة إفراغ هذه الأحقاد ضد أبناء المحافظة. الأئمة الزيدية كانوا يعني يحقدون على محافظة إب، ولا زال الحوثيون اليوم يمارسون نفس السلوك، لأن محافظة إب كانت هي التي صدرت واحدة من أعظم ثورات الإصلاح السياسي والاجتماعي بقيادة الفقيه سعيد ضد الأئمة الزيدية، ولكن قمعت هذه الثورة في يعني بعد أن كانت قد أحرزت انتصارات متوالية. يعني ثم بعد ذلك أيضا كان لأبناء إب مشاركات في الثورة في 26 سبتمبر وغيرها من الثورات ضد الحكم الإمامي، وبالتالي جزء من هذه السلطة القمعية ضد أبناء محافظة إب هو مخزون هائل من الحقد التاريخي الإمامي ضد أبناء هذه المحافظة، ودورهم في يعني إرساء النظام الجمهوري والدفاع عن الجمهورية ومقارعة طغيان الأئمة الزيدية في اليمن. نعم، إذن يعني هناك من يقول أستاذ محمد أن إب اختارت السلم، يعني ربما أنت يعني وثقت هذا الكلام بالمثل الذي طرحته، لكن الأوضاع فيها والانتهاكات وما يحدث أيضا في كل فترة من جريمة تحدث تقول غير ذلك، هل فعلا يعني تم اختيار السلام وتم يعني الحصول عليه، أم أن الواقع يقول غير ذلك؟ الواقع يقول غير ذلك بالطبع، يعني كان السلام هو من طرف واحد، من طرف أبناء محافظة إب الذين قبلوا يعني البقاء تحت سلطة هذه الميليشيا القهرية على أمل
أن يكون هناك يعني دور كبير لتحرير المناطق الأخرى في البلاد بدعم ومساندة التحالف العربي، وبالتالي يعني ستسقط تلقائيا إذا قوضت سلطة هذه الميليشيا في بقية المناطق، خصوصا في صنعاء أو في تعز أو في المناطق الأخرى المشتعلة البيضاء وغيرها، يعني حرصا على سلامة المدينة. أبناء إب يعرفون أن هذه الميليشيا التي قادت حروب التمرد في مناطقها في معاقلها في شمال الشمال ليست مهتمة كثيرا ل يعني أو لن تكترث لممتلكات المواطنين ولمدينة إب التي لا تعني لهم شيئا سوى أنها فندق أو محطة ترانزيت للجبهات يرسلون منها، أو أيضا مخزون أحيانا بشري يحاولون استدراج بعض الشباب من بعض المناطق في إب وإرسالهم إلى الجبهات وقودا لحروبهم العدوانية ضد المجتمع اليمني. يعني إب في الحقيقة عندما تؤثر السلام، وأبناء إب عندما يؤكدون دائما ميولهم إلى الدولة والاستقرار، يحتاجون في نفس الوقت أحيانا إلى قائد شجاع، يعني كما حصل في ثورة الفقيه سعيد، وبالتالي ربما هناك في الانتظار أيضا من يقود أو ينتشل هذه المحافظة من الواقع المزري الذي تعيشه، يعني في الوصول أيضا إلى تحرير اليمن بشكل عام. في الحقيقة في نقطة هناك مهمة، أحيانا حتى الميليشيا في محاولة لسحق المحافظة محافظة إب وما يسمونه اليمن الأسفل بشكل عام، أي حديث عن انتهاكات الميليشيا في محافظة إب سرعان ما تبدأ أبواق الحوثيين بالحديث عن مؤامرة لإقحام المدينة في حرب على غرار ما حصل في تعز أو تدمير مدينة إب، ويقولون لماذا لا تجنبوا إب الدمار حتى لا تقع مثل ما حتى لا يقع مثل ما حصل في تعز أو غيرها من المدن، لكنهم في نفس الوقت يستمرون في مسلسل التنكيل والقتل. نعم، لم تحظى أيضا بهذا السلام الذي حاولت أن يعني تعيشه المدينة. نعم. اسمح لنا أن نقول هذه الفكرة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمود ياسين الكاتب من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ محمود. أستاذ محمود، لو تحدثنا يعني عن إب التي اختارت القيمة العليا للسلام، ولكن مؤشرات يعني الإحصائيات تقول بأنها من أعلى المدن التي حدثت فيها انتهاكات وجرائم من قبل ميليشيا الحوثي، هل نستطيع أن نقول أن إب التي اختارت السلام تورطت فيه فيما كانت تظنه خيارا للسلام؟ هي ورطة يا سيدة آسيا، هي ورطة. أنا سمعت الضيف الذي تكلم قبلي شوي وتكلم عن ثورة الفقيه سعيد جدي سعيد بن صالح ياسين، يعني استدعاء التاريخ وكذا، ونحن أصحاب إب الآن أصبح علينا أنه نكون خونة بطريقة أو بأخرى، إما أنه يعني تنفجر المدينة. نحن نعرف أنه إب أصلا ما اشتركت في الحرب، القرار كان تنظيمي، تعز مجتمع الناس قالوا الآن نبدأ نحارب، كان قرار تنظيمي قرروا الذين بوسعهم قيادة الحرب أو المقاومة أو سميه ما شئت، أبقوا أمر إب مؤجلا. نحن خونا بطريقة ما، إما نتحمل الحوثيين وأساليبهم والنخيط والأسلوب العنجهي وعصف الناس واقتيادهم للمعتقلات وأخذ الأراضي والنهب وكأنه إب عطيت لهم، إما أن نحتمل هذا أو نحتمل كلفة الحرب. نحن جميعا اليمنيين عالقون بطريقة أو بأخرى في خيانة البلد نفسه وخيانة الاستقرار. ويكون أمامنا فقط إما أنه مثلا مداخلة مثل هذه الآن، وأصحاب إب يتابعوها والأجهزة الأمنية والمقاومة والشرف، وكأنه محمود ياسين عليه إما أن يختار هذه أو يختار هذه. أنا لا أحتمل كلفة أن تتفجر المدينة، لا أحتملها فعلا، أن تتحول شارع العدن إلى متارس، لا أريدها. الناس يهربوا إلى إب. بالمقابل يعني هل علي مقابل هذا السلام أن أنا أحتمل العنجهية واقتياد الناس والعنف والتنكيل وكذا؟ في خيار سيئا جدا يعني. نعم. إذا في ظل هذين الخيارين السيئين أستاذ محمود، بطبيعة الحال لا أحد يريد لأي مدينة أن تنفجر فيها الحرب، يعني هذا خيار يعني غبي للغاية إن صح لي التوصيف، ولكن الفكرة أن المدينة لم تسلم أيضا، يعني هي لو كانت هي اختارت السلم ولم تجر أبناء المدينة إلى مواجهة الحوثي، ولكنها لم تسلم الأذى. إذا برأيك ما هو الحل في ظل هذين الخيارين السيئين؟ أنا أطرح السؤال بشكل
بشكل مختلف. يعني ايضا هذا السؤال اجيب عليه بسؤال ثاني، ليش اللائب، لماذا اللائب يعني يتم طرحها كموضوع ومحدد؟ انا رغم ان دوري استاذ محمود اسمح لي، اليمن كلها اما ان تحارب، ما فيش مدينه معينه، ليش ما نطرح الاسئله هذه حول مثلا ذمائر؟ السؤال نفسه ينطوي على نوع من الفرز المناطقي. لا اسمح لي استاذ محمود اسمح لي، يعني ساعطيك الفرصه للحديث، يعني يعني انا دوري اطرح الاسئله، ولكن الاجابه التي تجعلني اجيبك لماذا اب، لان التقارير تشير الى ان اعلى مدينه حصلت فيها انتهاكات فقط. ربما ان هذه التقارير، انا اتفق معك وانه اب انا اشعر انها تخضع لاختبار معين، وانه في سياسه ممنهجه لهذا كله. يعني نحن امام جائحه كيمنيين، مش اب فقط، واذا كان من حناية مثلا لتعز او قطع الطريق على العنف في تعز هو يكون من اليمن كلها. ايضا الدفاع عن الجمهوريه والدفاع عن الشرعيه وعن دولتنا ليست مهمه تعز وحدها ولا اب، هي مهمه اليمنيين كلهم. السؤال هذا صعب جدا، وانا ما احتمش فعلا ولا اشعر حتى وانا في اب، مش اشعر بالانا مثل ما انا في صنعاء. في اب يعني وجودهم قوي، وجود الميليشيا ومتقحم ويتدخل حتى في نقيلك، في السوق، في كل مكان، وجود مؤذي، المزيج من النخيط والعنجهية والاستعداد للعنف وممارسته. حتى أنهم كانوا في البداية لما نزلوا كانوا بطريقة ما، ذلك النزعة التطهيرية للمقاتل الذي مستعد لخوض عنف وكذا، لكنه متعفف، لا يأخذ المال العام، لا لا لا، يعني نوع من التطهيرية التي نجدها في أخلاق كل الجماعات. الآن تحولوا إلى مزيج من العنف والنهب، يعني وفي إذلال، فعلا في إذلال للمدينة. لكن تسأليني سؤال صعب يا آسيا، يعني إما أنه نقبل هذه الممارسات أو تنفجر المدينة. يعني أنا مثلا حرصي على الناس وحياة الناس، تقولوا انبطاح ومرق ومدري إيش، وأحرجونا الكل، يعني نحن بطريقة ما خونة. هي الخيانة يا آسيا أنه سمحنا أن تسقط دولتنا. الآن كلنا بنتحول إلى خونة بطريقة أو بأخرى، إما خونة لسلم البلد إن تعاركنا وتقاتلنا حتى آخر رجل، أو خونا لمناطقنا. من الصعب أستاذ محمود، هذه تهم، يعني من الصعب أن تصدر على أناس يقعون تحت هذا الضغط، يعني وخاصة ككاتب مثلك. ليس الأمر بسهولة أن نطلق أو نصنف الناس هذا خائن وهذا غير خائن. نعلم مدى الضغط الذي تعيشونه ومدى يعني الخيارات السيئة التي أمامكم، ولكن ربما يعني هنا نتساءل أيضا، أين دور الوجهات المثقفين في هذه المدينة على الأقل في حل بعض المشاكل، في تخفيف حدة وطأة ما يحدث من اختطافات، من إذلال للناس؟ يعني ألا يوجد من مخارج على الأقل، مخارج سلمية لنقول؟ هذا إحنا نقول للسلطة المحلية مثلا عبد الواحد صلاح، يعني نقول له مثلا اتصرفوا مش أنتوا دولة، يعني كنتوا دولة عميقة، طيب خلاص الآن إحنا ما في الشرعية، ما فيش كذا، في تصرفوا إن هذه دولتكم، سواء إحنا نسميها انقلاب، أنتم تسموها الدولة العميقة، تصرفوا مسؤولية الدولة تحمي الكل، تحمي جميع الناس وتحمي السن. لكن إذا هذه سياسة غبية حتى من قبل 2011 يا آسيا، هذه نقطة مهمة يمكن لو تركزي عليها، من قبل 2011 وهذا النوع في نوع من الغباء والسذاجة الرسمية، يعني من قبل 2011 وإب تتعرض لهذه الممارسات التي توقظ حس الإذلال المناطقي، والأجهزة الأمنية لا تراعي هذا الجانب أبدا، وتعتقد وهي قضية أمن دولة، قصدي قبل عام 2011 كنا دولة، وكنا دولة طبعا بعد 2011 إلى قبل إلى ما قبل دخول سقوط صنعاء، هي لم نكن دولة لحظة سقوط صنعاء. لكن إب دائما تتعرض لهذا الاختبار، يعني الناس هناك ربما بسبب التكوين، بسبب طبيعتهم، بسبب ما يتقبلوش، ما احنا اهل المدينه مش متقبلين لهذا العصف، ولا متقبلين لهذه الهمجيه، ولا متقبلين لهذا كله. لكن بنفس الوقت يعني من ياتي يا اسيا ويملك قرار انه يقول ما بل نحارب يعني وتنفجر ويقتل الناس؟ انا لا الوم، لا يمكن اني مثلا الوم تعز ان هي مثلا لم تقبل وكذا، لكن بالمقابل لا اعتبر انه احجام عن الانفجار انه رذيله، او معناته انه قبول بهذا العصف كله. الان الحل ما بقول للمجرم يتعقل، هذا الحل الوحيد يا آسيا. الحل انه المجانين هذول يعقلوا ويفكروا ويعرفوا انه اذا استمر الضغط هذا انه سيء جدا، يعني سواء كان بدوله انقلابيه او
بدون دولة انقلابية. نعم، إذا دعني أتحدث عن هذا الضغط الذي يحدث. يفجرهم. ها؟ نعم أستاذ محمود، يعني لو تحدثنا عن هذا الضغط الذي يحدث للناس، ربما لم يحدث انفجار مباشر بسبب هذه الضغوط، ولكننا نلاحظ أيضا وجود انتشار للجريمة بالتوازي مع كل هذه الضغوط التي يعيشها المجتمع. يعني أب يقتل ابنه، شخص يقتل ابنته، رجل يغتصب طفلة، كل هذه الجرائم وربما يعني ليست من عادات المجتمع، هزت جوانب مجتمعية كثيرة، انتشار السرقات، انتشار الاختطافات، يعني كل من حمل سلاح يعني استطاع أن يفرض ما يريده بالقوة، كل هذه المشاكل، هل يمكن أن نقول أن هذا ما يحدث بالتوازي مع كل هذه الضغوطات؟ ايوه، انا اتفق معي في نقطه، في هذه النقطه تحديدا. انت اول اشرت يا اسيا الى فكره انه هذا محمود ياسين في الاخير ما حد يملك ولا انه فوق مستوى، واعرف ما انا عليه وكذا، لكن يا اسيا الوضع هذا وضعنا في هذه الحاله النفسيه، يعني انه الخيارات الصعبه، الضغط هذا انا معك، يعني انه في الاخير انا لن اتحول الى محامي الانقلاب داخل اب واظل على اساس انه ما ننفجر وعلى اساس ما نكونش مناطقيين وعلى اساس كذا كذا كذا، نظل نحمي اخلاقيا، نحمي كل هذه الممارسات العنيفه. هو في الاخير سواء جاء هذه الممارسات جاءت في ظل مرض مناطقي او بعد انهيار دوله او هناك من يحاول يحفزها ويحولها الى حرب منظمه او بدونه، الا انه في الاخير اي عمليه من هذا القبيل وبشكل ممنهج ومستمرر يومي واذلال هو سيفجر عنف بطريقه او باخرى. يعني مش بالضروره ان العنف هذا هيكون منظم وتقوده نفس القيادات او الكيانات او الوجهه او العدوان مثلا او كذا، لا هو بيكون عنف في الاخير، عنف انساني انه ناس لم يعودوا يقبلون، يعني وهذا خطير جدا. يعني اللعبه هذه انا يعني اقول حتى للاجهزه الامنيه بإب، كونوا مع الانقلاب او كونوا ضد هذا اللي هم في الخارج او ضد ما يسمى بالشرعيه او كذا، بس بذكاء برجاله، مش هكذا تمنح المدينه المجموعه من اللصوص. يعني انا في اب الطارف ياتي يهددني كل ما انزل اجلس في اب، الطارف ياتي الى نقيبي يعني ويجي وينزل لي كلام انه احنا في اب وكذا وكذا، لا اعرف لماذا اب تحديدا يعني تم منحها لهذه الحاله من الانكشاف، يعني مع انه وضع بلد يا اسيا وضعنا كلنا، اذا كنا بحاجه لسلام هي ان تسلم اليمن كلها، وانا مازقي هذا الاخلاقي لاعيشه، يعني ما اتحول الى مازق نفسي، ماذا خوفي على انفجار البلد كلها؟ انا لا اريد ان تنفجر من الحوبان الى المتبقي هذا اللي هو تحت سلطه الانقلاب مثلا نسميها، هذا الكيان اللي يعاد متماسك الى حد ما نواه لدوله قادمه، لا اريد ان ينفجر فعلا، لكن الضغط هذا واستمرار العسف واهانه الناس هو بيفجر عنف، ليس بالضروره ان يقودوا الاصلاح او يقودوا السلفيين او يقوده مجاميع من ما يسمى بالشرعيه الى 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 او تحمي طائرات. الانسان لا يعد بعدين بحاجه لحمايته لخيانه وطنه للدفاع عن كرامته الشخصيه، وانا ايضا ككاتب لا يسعني ان اتخلى عن هؤلاء الناس واقول ابني مرافعات ذكيه مدفوعه بالسلم الاجتماعي لاحمي مجموعه من اللصوص والمرتزقه وشذاذ الافاق الذين يعني ما تركوا في اب شيء الا ونهبوا، ما تركوا انسان الا وحاولوا النيل منه، يعني نوع من الغوغائيه حتى مش اداء قمعي امني منظم بذكاء او كذا. نعم. عشوائيه مخيفه جدا، ولا اقول في اب سينفجر العنف بطريقه او باخرى اذا استمروا هكذا، دون انكم بحاجه لخيانه بلادنا او خيانه فكره الدوله او الاستعانه بالخارجين، بينفجر العنف من هذا الضغط الغبي الذي يعني يتحمل مسؤوليته بالدرجه الاولى الحوثيين، لانهم هم ممثلين العناصر التي ترتكب هذه الاخطاء والممارسات بشكل منهج ومستمر محسوبه عليهم هم، فليكونوا انقلاب محترم ويوقفوا هذه الترهات، عيب يعني مش لازم تنفجر كل مدينه في اليمن، مش لازم تنفجر كل مدينه في اليمن على اساس اليمني يعيش بكرامته، يعني نعم. فليكونوا عقلاء قبل ما نجنن كلنا كيمنيين، اعقلوا. نعم اتضحت الفكره يعني وهي واضحه اساسا، وانا استاذ محمود اؤكد انني لا يعني لم اود اتهامك ولا وضعك بين خيارين، ولم اطالب ابدا لا انا ولا البرنامج ولا القناه بانفجار ولا حتى الضيف يعني بانفجار الموقف في المحافظه، نحن نتحدث عن
يعني هدر قيمة الإنسان وما يحدث في هذه المحافظة والظلم المجتمعي الذي تمر به. وإب في نهاية الأمر لأنها هي ممثل الجمال الحقيقي لليمن يحز في أنفسنا أن تتحول لكل هذه الفوضى والغوغائية والدماء. شكرا جزيلا لك الكاتب محمود ياسين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة لك أستاذ محمد الأحمدي، ربما كثير من النقاط أردت أن تعلق عليها. نعم أردت، رأيتك تسجل كثير. الشكر الجزيل للأخ الكاتب الرائع محمود ياسين ولمواقفه أيضا الرائعة والعقلانية جدا. يعني عندما تحدثت بشكل سريع عن موضوع التاريخ، ليس استدعاء للتاريخ والأحقاد، ولكن هي مزيد من تسليط الضوء على الصورة لتكون على الأمور بشكل واضح. يعني حتى الأخ محمود ياسين هو ألمح إلى ما أسماه الإذلال المناطقي ما قبل 2011. يعني وأنا فقط ذهبت إلى أبعد من ذلك، يعني إلى ما قبل 2011، يعني وتاريخ الأئمة الزيدية تجاه إب وتعاملهم مع ما يسمونه اليمن الأسفل. وهذا ليس استدعاء للتاريخ يعني لجر الأحقاد مثلا فعلا، ولكنه تسليط الضوء على جذور المشكلة العقلية التي اجتاحت إب والتي تتحكم الآن بزمام الأمور في هذه المدينة، ويعني يعاني المواطنون والسكان في المحافظة منها الويلات. أما موضوع أنه أشرت حتى في بداية حديثي إلى أنه للأسف الأبناء إب هم آثروا الصمت والسلام والرضوخ لهذه الميليشيا رغبة في السلام، وكانوا يعني قد اختبروا قدرتهم في رفضهم للضيم كما أشرت عندما انتفضوا وحرروا عدد من المديريات ثم انسحبوا وآثروا عدم تدمير أو تجنيب المدينة ويلات الدمار، وهذا يحسب لهم وليس عليهم، وبالتالي ليس في هذا تخوين، بالعكس هذه شهادة لأبناء إب على حرصهم على مدينتهم. وقلت بالحرف الواحد إنه يدرك أبناء إب أن هذه الميليشيا التي قدمت من مناطق الشمال ودمرت قراها لن تكون مكترثة لمصلحة أبناء إب ولا لقرية لقراهم وممتلكاتهم وبيوتهم، وبالتالي لا يعنيها شيء تدمير محافظة إب. ولذلك يحسب لأبناء إب فعلا تضحياتهم الجسيمة، يعني سواء في مقارعة طغيان هذه الميليشيا. الأستاذ محمود ياسين واحد من الضحايا الذين تعرضوا للقمع، يعني هذه الميليشيا لم تقبل حتى بوسائل التعبير السلمي لأخطائها لجرائمها. يعني عندما تحركت مشاعر الشباب الناشطين في إب لإرسال قافلة مياه للشرب إلى تعز مسيرة المياه، أقدمت الميليشيا على اختطاف الشباب ومنهم الأستاذ محمود ياسين، وزجت بهم في سجن الأمن السياسي وتعرضوا للتعذيب والتنكيل، ثم أفرج عنهم على دفعات وكلهم تقريبا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. يعني قبل فترة وجيزة. نعم، إذا عندما نتحدث عن هو سأل لماذا إب بالذات؟ نعم، عندي هذا السؤال. يعني نعم، يعني تقرير حقوقي بعنوان قتل متوحش أطلقته منظمة سام عن جرائم القتل في البلد خلال السنتين الماضيتين، تصدرت محافظة إب النصيب الأكبر من جرائم القتل. يعني عند تساؤل الأستاذ محمود ياسين، لماذا نتحدث عن إب ولماذا نلوم إب؟ نحن لا نلوم إب، نحن نتحدث ونود أن نجد إجابة على لماذا إب هي التي تصدرت. نعم. الأرقام. إب واحدة من المحافظات اليمنية باختصار، وهي تئن تحت وطأة هذه الميليشيا. إب التي آثرت الصمت ويعني انزوت يعني لشأنها وحاولت أن تتكيف مع الوضع القائم لهذه السلطات القمعية الفاشية، لكنها تدفع أيضا الثمن ويعني تعذيب وقتل يومي وانتهاكات. يعني عدد القتلى في إب خلال 22 ساعة الماضية وصلوا حد 7 قتلى و4 إصابات وبأيدي أو على برصاص ميليشيا الحوثيين. هناك كل يوم يعني جريمة قتل مروعة. إب شهدت جرائم قتل مروع على أيدي ميليشيات الحوثيين. في السجون قتل مجاهد الزيدي تعذيبا وأفرج عنه، قتل آخر أحد مشايخ القبائل بشير شحرة، قتل في منزله بشكل مروع. نتحدث أيضا عن أحد المشايخ لا أذكر اسمه
تم اختطافه وعذب ونكل به، وحتى نشرت مقاطع الفيديو للصور بشكل مروع، والعمال الذين كانوا يعملون في مزرعة القات وأعدموا 6 أشخاص ميدانيا بشكل بشع للغاية، تفجير أسامة بدير الطفل الذي قتلوه ثم فخخوا جثته. كيف لا نتحدث عن محافظة إب؟ كل هذا الوجع وكل هذا الألم لماذا نسكت يعني؟ ولماذا لا يسلط الضوء على واحد يعني واحدة من الجغرافيا التي تعاني أشد الويلات بسبب بطش هذه الميليشيات وقمعها، رغم يعني أنها آثرت الصمت ويعني ذهبت إلى يعني مدت يدها للسلام تجاه هذه الميليشيا؟ يعني السلطة القائمة الآن في إب حتى بما في ذلك يعني نعتبرها حتى سلطة أمر واقع، طيب وإن كانت لا تتمتع بشرعية، لكن لماذا أيضا لا يعني تتحمل مسؤوليتها أيضا في إدارة الشأن العام بإب بنوع من الاحترام على الأقل لمفهوم السلطة؟ هناك نهب واسع حتى لمقابر الموتى، نهب واسع لمقابر الموتى، سطوا قبل أيام على مقبرة في جوبلة في مدينة إب، هناك سطوا حتى على ماذا بالضبط يعني؟ مقبرة يعني مقبرة للموتى سطوا عليها يعني سطوا حتى على يعني وقف للمسالخ في مدينة إب، هناك نهب واسع للمدينة وتدمير وعبث ممنهج، ولذلك يتحتم على يعني أي شخص أن يتحدث عن هذا الواقع المزري، ويعني على الأقل يعني في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. نعم أيضا أستاذ محمد، يعني ليست الميليشيا فقط من تفتك بأبناء إب، هناك الكوليرا، هذا الوباء الذي يعني قضى على أكثر من 200 شخص وهناك الآلاف من الحالات. ينضم معنا للحديث عن هذه النقطة الأستاذ يحيى عبد الكريم الناشط المجتمعي في مكافحة الكوليرا من إب. مساء الخير أستاذ يحيى. جميع المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ يحيى. يعني عشرات الوفيات ومئات المصابين بالكوليرا، لماذا يرتفع العدد بهذا الشكل؟ يعني هل تقومون بأي إجراءات للحد من هذا الارتفاع؟ طبعا لابد أن نعرف الكوليرا بأنه مرض خطير يصيب البشر، وهو مرض عدوي، ولابد من أخذ الوقاية والتكافل بهذا المجال خاصة بين المجتمعات. ونلاحظ أن بعض المناطق يخف فيها المرض نتيجة لاستجابة الناس للرسائل التي يمكن أن نوصلها للمجتمع من هذه خطورة الكوليرا. أما في بعض المناطق قد تلاحظ أن المناخ والبيئة تساعد على انتشار هذه الأمراض، وبالتالي تكون حدة الانتشار في هذه الأمراض في هذه المناطق والأمراض وفي بعض المديريات بالذات قوية جدا نتيجة المناخ والبيئة التي تؤثر على هذا الشيء. نعم. إذن يعني حدثنا عن دوركم في مكافحة هذا الارتفاع المتزايد لوباء الكوليرا. دورنا كفاعلين أو عاملين مجتمعيين في هو طبعا العامل المجتمعي لابد أن تعرفون في البداية أنه يعتبر دوره دور وقائي، والدور الوقائي مهم جدا قبل العلاج وبالتالي لابد من أن تفعل الجميع في هذا الموضوع. دورنا في هو أن إيصال الرسائل الصحية المناسبة للأهالي سواء في القرى أو في الحارات أو في المدن بخصوص الأشياء أو الأشياء المناسبة التي يمكن أن ترفع في مجال التوعية ضد مرض الكوليرا. ومن هذه الرسائل أيضا تفضل. ما هي أبرز العوائق التي تواجهونها للتصدي لهذا الوباء؟ هناك بعض العوائق المجتمعية التي ممكن أن نتعرض لها خاصة في بعض زيارتنا المجتمعية لبعض القرى، منها صدود بعض القادة المجتمعيين، أن كم نسميهم هكذا القادة المجتمعيين، عن التفاعل أو التعاون معنا رغم معرفتهم الجادة عن مخاطر هذا المرض الذي يمكن أن يفتك بجميع أهالي القرى إن لم يكن حتى القادة المجتمعيين هؤلاء. لم نعرف ما هو السبب، ولكن نحن نحاول بجهود كبيرة جدا لمعرفتنا بهذا الخطر أن نتجاوز هذا المعوق الكبير.
نعم، ماذا عن المنظمات الدولية عن وجود مستشفيات ميدانية؟ سلطة الحوثيين، سلطة الأمر الواقع، ما الذي تقدمه بالنسبة لوباء الكوليرا، يعني سواء في المدينة، في الأرياف المترامية التابعة للمحافظة؟ بعض المديريات والأرياف البعيدة خاصة عن مركز المحافظة، مثل مديرية فرع العدين وبعض المديريات الأخرى، تقول مديرية مذاخرة مثلا، هناك بعض المنظمات قامت بإنشاء خيام خاصة بمواجهة بعض القرى أو استقبال بعض الحالات الذي ممكن أن يقوموا بإسعاف أولي خاص بمرضى الكوليرا، بإعطاء بعض الأدوية مثل بعض المغذيات التي ممكن أن تساعد في تساعد مريض الكوليرا على الأقل حتى الوصول إلى أقرب مرفق صحي متخصص لعلاج الكوليرا. وهناك بعض المديريات مثلا في مديرية السبرة وفي مديرية وفي مديرية احتمال هكذا في مديرية العدين تم إنشاء بعض مثل هذه المخيمات، ولكن كان لها دور كبير جدا في الحد من إنقاذ حياة أغلب الناس الذين يعانون من الكوليرا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى عبد الكريم، المحفز المجتمعي في مجال مكافحة الكوليرا، كنت معنا عبر الهاتف من إب. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، أشار الأستاذ يحيى إلى نقطة ربما هي مشتركة، يعني أنا كنت أود أن أسألك عن دور مشايخ وعيان إب في ما يحدث للمحافظة من إذلال، من يعني انتهاكات تحدث للأبناء المحافظة. يعني الأخ يحيى يتحدث أيضا عن ألا دور لهم أيضا في مجال الوباء، رغم معرفتهم بما الذي يمكن أن تؤدي، رغم معرفتهم بمضارها بأسباب انتشارها، لكن لا تفاعل من قبل هذه الوجاهات لأجل الحد من هذا الوباء. لماذا هذا يعني الابتعاد التام عما يحدث في المجتمع، وكأنهم ليسوا منه وقد يتضرروا يوما أو غد؟ يعني للأسف أخت آسيا، يعني هناك مشايخ إقطاعيين على مدى سنوات ظل النظام يعمل على الاهتمام بهم في مقابل يعني سحق الشخصيات المجتمعية من أبناء محافظة إب. وفي الغالب هؤلاء المشايخ النافذين هم من الوافدين من مناطق الشمال، لكن للأسف يعني لم يقدموا أو لم يتحملوا على الأقل مسؤولياتهم في يعني تلمس هموم أبناء محافظة إب والاهتمام بهم. يعني في الغالب معظم هؤلاء المشايخ هم مهتمون كثيرا ب يعني التهافت على الأراضي وعلى العقارات ويعني وعلى الإتاوات التي يفرضونها على تجار في مدينة إب، ولكن آخر ما يمكن أن يفكروا به هو مواجهة الأوبئة أو المشاكل سواء في الخدمات الصحية أو الخدمات الأساسية العامة لأبناء مدينة إب. للأسف الشديد كثير من بعض هؤلاء المشايخ، ولا أقول كلهم، يعني كانت تسلم بعض مواد الإغاثة إليهم ويستولون عليها أو يوزعونها بطريقتهم، وبعضها تذهب إلى السوق السوداء. يعني هناك قصور واضح في أداء السلطة المحلية، وهناك أيضا قصور كبير لبعض الشخصيات. ربما كان هناك بعض الجهود الخيرية في الحقيقة للمغتربين اليمنيين في الخارج، سواء في الخليج أو في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك أيضا نشاط معين للمنظمات الخيرية المحلية، ولكنها في نفس الوقت أيضا تواجه تضييق شديد من طرف الميليشيات سواء أثناء تنفيذ المشاريع. يعني في رمضان الماضي كان هناك مطبخ خيري للفقراء في مدينة إب، وتم التهجم على المطبخ الخيري ومحاولة إيقافه عن العمل، ويعني ممارسات التضييق مستمرة. أيضا نهب المواد الإغاثية، قبل أيام كان هناك حديث عن مغادرة بعثة منظمة أطباء بلا حدود مستشفى الثورة الحكومي بسبب تدخلات الميليشيا في المحافظة في أعمال. نعم، دعنا نعرف تفاصيل أكثر عما يحدث هناك عن طريق الأستاذ عبد الله ناصر الناشط السياسي عبر الهاتف من إب. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور الكريم. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني كيف تغير وجه المدينة منذ اجتياحها من قبل الميليشيا قبل قرابة 3 سنوات؟ طبعا بالنسبة لمدينة إب تعاني بلا شك من
من ألم وحسرة وحالة من الحزن يسود أجوائها، وذلك بسبب ما يحصل من ممارسات على مدار اليوم في مختلف المجالات. هنالك حالة من التفلت، حالة من الفوضى التي يذهب ضحيتها كثير من الأبرياء، سواء في حوادث القتل أو الاشتباكات التي تحصل بشكل متكرر، يذهب ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، ولا يجد أولئك الضحايا من ينصفهم أو من يأخذ بحقهم. هنالك عدد من الأشخاص لقوا حتفهم ولا يزالوا في ثلاجات الموتى، بينما الجناح يصولون ويجولون دون رادع أو ضبط. أحد المهمشين توفي والده اليوم قهرا وحسرة، وهو يتابع من أجل أن ينتصر لولده الذي قتل قبل عدة أشهر، ولكنه لم يجد إنصافا ولم يجد من يحاول إنصافه أو أخذ حقه من هذا القاتل الذي تسبب أو الذي قام بقتل ولده عمدا وعدوانا. هنالك حالة من الجبايات التي تتم أو فرض الأتاوات في مناطق مختلفة، في مواقف من الفرزات، مواقف السيارات، في بعض الشوارع يتم إجبار الناس على أن يدفعوا مبالغ مالية بقوة أو عن جهية الجماعات التي تسطو أو تستخدم العنف لمواجهة من يرفض إعطاءهم أو دفع الإتاوات. نعم. طبعا الوضع في مدينة عد يبدو وضعا كارثي بما تحمله الكلمة من معنى، فهنالك ازدواجية في القيادة الأمنية بين الميليشيا وبين أجهزة الأمن التي أصبحت مختطفة أيضا هي في حضن الميليشيا أو في جعبة الميليشيا التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة داخل المدينة. لا يمكن الحديث عن أمن وعن حقوق في هذه المدينة، لأن الانتهاكات تتم انتهاكات على الأراضي المواطنين، انتهاكات حقوقهم. هنالك الكثير من المواطنين لا زالوا في السجون يقبعون بدون إجراءات قانونية تتم حيالهم. نعم. هذه هي الحالة التي تعيشها إب. هنالك حالة من الإهمال في شوارع المدينة، الحفر تنتشر في شوارع المدينة، المطبات العشوائية، السطو على الأرصفة والبناء العشوائي ينتشر، السطو على الأماكن السياحية والبناء فيها بطرق مخالفة. هنالك غياب تام لأجهزة ومؤسسات الدولة، وهنالك غياب تام للقانون الذي أصبح المواطن يرى نفسه رهينة لإجراءات مزاجية يقوم بها أفراد لا يلتزمون بأي ضوابط قانونية تردعهم، ويجدون أنفسهم هم الآمر الناهي وهم من بيده كل زمام الأمور في هذه المدينة أو في هذه المحافظة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الله الناصر الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ محمد عفوا، يعني أستاذ محمد، هناك تغييب تام لمحافظة إب من قبل الحكومة، أو كأن هناك تسليم يعني بما يحدث فيها، وتسليم بأنها تابعة للميليشيا. كيف يمكن يعني الحكومة دورها قاصر تماما في كثير من المحافظات، كيف يمكن يعني الالتفات لمحافظات تنال ما تناله بهذا الشكل يوميا، وربما يعني حين تكون هي على قائمة الانتهاكات يفترض أن يعني تحرك ملفات لأجلها على الأقل على المستوى الدولي؟ أظن أننا بحاجة أخت آسيا إلى حلقة منفصلة للحديث كما تحدثنا في معظم الحلقة عن جرائم الميليشيا في إب والوضع المزري الذي تعانيه، أيضا نخصص حلقة للحديث عن تقاعس الحكومة والتحالف العربي تجاه معاناة السكان المحليين في مدينة إب. ليس هناك في الحقيقة أي شعور بالمسؤولية تجاه المعاناة اليومية للسكان هناك.
ربما فقط في الجانب الإعلامي على استحياء حديث عن انتهاكات هذه الميليشيا، لكن بالمقابل لا يوجد على الأقل حتى محاولة للبحث عن وسائل يعني لرعاية أقارب الضحايا المختطفين أو ما أشبه ذلك. يعني هناك غياب كامل أو شبه كامل لدور الحكومة والتحالف العربي، سواء في المجال الحقوقي في محافظة إب أو حتى على المستوى الإغاثي. ناهيك أيضا عن إشكاليات إدارية كثيرة، في يعني يبدو فعلا كما أشرت في سؤالك إلى أن الحكومة وصلت إلى قناعة بأن هذه المدينة يعني تم التنازل عنها لمصلحة الميليشيا، وبالتالي أغلق هذا الملف. هناك إشكالية أخرى أيضا تتعلق بمسألة يعني البناء الألوية العسكرية الخاصة بمدينة إب. يعني أنا كنت قبل قليل أتحدث مع أحد القادة في الجيش الوطني، هناك لون واحد يعني لتشكيلة هذه أو بنية هذه الألوية التي لا تزال معظمها خارج محافظة إب، هناك لون سياسي واحد فقط تم استيعاب أفراد ضمن هذه الألوية، بينما يفترض أن يكون هناك يعني أفراد من كل ألوان الطيف السياسي والوطني والجغرافية في محافظة إب، حتى يعني يكون جيش وطني بمعنى الكلمة. هناك العديد من الاختلالات أيضا وفي أداء الحكومة فيما يتعلق بالملف في مدينة إب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.